الكتلة لها رئيس كتلة، وهذا السؤال يطرح على الكتلة فيما يتعلق بالكتلة النيابية. فيما يتعلق بقيادة الحزب، قيادة الحزب قراراتها تتخذ داخل قيادة الحزب، وبالتالي باللي أنا بالنسبة لي لا حدث، مش حاجة اللي نتكلم عليها كأمين عام. هذه قضية داخلية سواء كانت داخل الكتلة ولا داخل هياكل الحزب. تفضلوا. نعم نعم نعم. جبهة التحرير مفتوحة على جميع الأحزاب، ما فيش حزب ما ناش متفتحين عليه، سواء كان مقري، سواء كان ليرندي كحزب، سواء كان الأحزاب الأخرى، كلها من يريد أن يقترب من جبهة التحرير، جبهة التحرير تمد يدها له، مفتوحين للمعارضة. يحبوا نشاوروا مع بعض مرحبا، يحبوا نتكلموا مع بعض مرحبا، يحبوا نسألوا بعضنا بعض مرحبا. وبالتالي باللي احترام المؤسسات هذا خط أحمر، من يقبل بهذا الباب مفتوح، ما يجوناش احنا نجوهم يا سيدي، يدعوا لنا حتى حزب صغير يستدعينا احنا نجيوه ونتكلموا لغة الشعب. الرئيس معها ربي سبحانه، لا غير هو اللي ناصره، ومعاه رجال الصالحين، ومعاه الشعب الجزائري، ومعاه جبهة التحرير، والله واحد ما يقلب. نقول هذا لأن بعض الصغار يتطاولون تطاول كثير وكبير، وينقزوا كل فئران. كل صراحة إذا جبهة التحرير سكتت مزيش تسكت. الرئيس رئيسنا ورئيس الجبهة، احنا مستعدين نجاوب اي جهه كانت في الداخل ولا في الخارج. قلنا الرئاسه راهي في 2019، ربي يحيينا ان شاء الله، على شكيب وعلى غير شكيب.